دعاء: أنا لست محجبة لكنني أصوم وأصلي كل فروضي، ويستحيل أفكر أن أترك صلاتي، لكنني خائفة جدا من أن الله سبحانه وتعالى لن يقبل كل هذه الأعمال لأنني بدون حجاب. عزيزتي، كل الأعمال الصالحة التي قمت بها لوجه الله سيقبلها بإذنه، فالله لا يظلم أحدا. لكن تذكري أن الحجاب هو فرض مثل الصلاة والصيام. وماذا ستعيشين؟ 10 سنوات، 50 سنة، 60 سنة، ثم ماذا؟ ثم الموت. وقد يكون الحجاب هو سبب دخول الجنة، بل وستكسبين الدنيا والآخرة. فاسألي الله سبحانه وتعالى أن يرزقك هذه الخطوة.